حرقش ليها الدنيا عمك شيء حتى سبعين سبعينة شو عمر لعبت حتى بروستات بروستاش ما خليش مدى السودان سنش الدواية شو سنيت الدواية سنيت دارم الأول أولي ديال دارم الأول ديال شهر جوج شهر شهر ديال بروستات ها انت خمسة المليون خمسة المليون ربع خمسة هاتش ايه هذوك خرجوا لي واحد لي غيم مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من نواحي الشلالات. القصه اللي غنسمعوا اليوم من بين اكثر القصص المؤثره. هذه السيده مسكينه اليوم يعني هادشي اللي طرا لراجلها ما بغيتش شي واحد انها تصرى ليه. هذه السيده كتقول انها كانت عايشه هي وراجلها عايشين مزيان عندهم هيمات في العروبيه عاد عايشين عندهم ارض ديالهم عندهم الفلاحه ديالهم كيخدموا بها كيكسبوا بها القوت ديالهم اليومي. بالليل والنهار كتفاجئ ان هذا الراجل هذا مسكين مرض وشد الارض. كتفاجئ ان هذا الراجل هذا مرض البروستاس. بالليل والنهار كتفاجئ ان هذا السيد الوقوف مابقاش قادر يوقف. طراش ان هذه السيده تبيع البهيم تبيع الزرع تبيع كل شيء باش ان راجل يتعالج. خصناش ازيد من 5 مليون باش راجل يتعالج. لكن للاسف ها هو مسكين باقي كيعاني وكنقول انا اش قادر ليا الجاد واخا حقيق ما قدرتش نسمح للزوج ديالي. معنا هاد السيده اللي غتكلم لينا على الزوج ديالها وغتعاود لينا بالتفاصيل كيفاش وقع لهاد الزوج هذا. ونمشي السلام عليكم. السلام محشي راه ماشي بغيتي تيبان وجهك عاود لي ماشي من الاول كيفاش وقع لهاد الراجل هذا مسكين. هاد الراجل وقف من حد البروستا على اول كان دار واحد العمليه. كيفاش مرض امي مشي كيفاش مرض نهار الاول؟ لا دار واحد العمليه لا قبل ما يمرض واش كان عنده شي مشكل كان كيعاني؟ لا ما حتى حتى مشكل هكا كيبقى يمشي كاين مع بهيمات ومع وليدات وتحال ما كاين. هو ملي مرض مرض البروستات هو صير لي ريمات تحال من وليدي سكانيرات. فاش كنتو خدامين ما يمشي؟ خدامين حاجة والو عطنا الله ملي كنجيبو الفلوس باش كتخدمو شحال هادي لا شحال هادي ماشي دابا هادي كانو عندنا مع بهيمات وفليحة فليحة وليدي داها الجافير الهيمات كانوا عندهم غميرات بحثهم فيه الله شاهد عليا بعتهم وليدي بقيت خليت الوليدات بقيت نصير نصير توقفت تحليله ب 30 تحليله ب 25 تحليله ب 17 18 وليدي توقفت على الحب. يعني اللي عندك اللي كان عندك بغيرات كنتي كتصوري منهم العروبيه فين كانت عندكم ام يمشي؟ فين بلاصه العروبيه؟ احنا العروبيه عندنا في المذاكره في دوار تاع يعني قلت لي المهم شي الخدمه ديالكم يا انكم كنتو في الفلاحه وبهيمات كنتو كتجيو منهم القوت ديالكم اليوم. انا عيان واخا فوق الحالة عيان مرب جنب هذوك الهيمات مرب الحمد لله وشكرا. داكشي اللي كاين كوا القريه صحيح هو ملي مرض بعد ودا الدراري راه خدمه لا والو ما خدامينش عندو وليده في زوج واحد عندو 3 مليار وواحد عندو 25 عام عاد كاينه خدمه كاع واخا ماشي كنشوفو دابا ان راجلك دابا اسمى الله سميتو عمر عمر دابا هو السي عمر دابا كتشوفي انه شاد الفراش ونتي هي مرا كبيرة ملي غتصرفو ماشي ملي غتجيبو القوت ديالكم اليوم تقهرتي يا امي ماشي لا حل حل خليت وليدات اخر باقي المقربين اش خليت شوفو لي ما حنت خليت وليدات فلاش هكذا بشي راه معاك طولي البارح وغدا الصوم شوفو لي ديال غدا السوق تقهرش يا وش شاري ربي صحيح كان معاون وليداته هو اللي بلي مرض لي الله سبحانه وتعالى. باش مبقيش امو يمشي باش مبقيش باش مبقيش امو يمشي كاين الله ودوكا واقف على ريب فلوس دابا قلتي ان خسرت شي 5 مليون عليه باش يتعالج وكنتي كتقول انني غنخسر فليسات باش راجلي وليدي بخير 5 مليون خسرتي وباقي ما تعالش تعالش دابا شنو باقي خاصو ما يمشيش شنو خاصو عملية شنو خاصو؟ خاصو دروك لي ريب مليون وخاصها واحد التحليلة ب 30 وخاصها البرا ب 60 مليون ب 30 ب 60 نقدر نقولو يعني خاصو واحد مليون ونص هذا واقف عليا دابا هذا واقف عليا دابا
واخا مشي باش كيحس هذا الراجل مسكين دابا صبر وصافي، شنو المعاناة اللي كيعاني منها؟ كما قلتي لنا راه نعاس مسكين ما كيلعش. لا ما ينعش ليا في الليل، دوكا شتي دروك انا شربت دوكا ناعس دوكا شويه، والليل الحريق 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 الحريق، والقول بروح شويه ديال الدم. لا يعني ملي كيبول الدم البروستات تعذب مسكين تعذب. هذا ماشي بود قطعت فيه ما تاشي قد ينوض ليا وما ياكلش. أهم شيء باش نسولك وجاوبيني، انت بنتهم ولا خدمة لا رزمة؟ لا عدنا الله سبحانه. منين كتجيبو ما تاكلو؟ منين كتجيبو باش تعيشو؟ ولا خدمة لا رزمة وليدي، ما عدناش عدنا الله سبحانه وتعالى. وباش عايشين أمو يمشي؟ نسمع باش عايشين أمو يمشي؟ عايشين بالله الله سبحانه وتعالى، البليسات اللي كنا عايشين مع ذاك اللي قسم الله، وهذيك اللي قسم الله ما صيرت عليه. وكما انت مش كل شيء عندك، بعتي البقر بعتي الحواله بعتي الفلاحه بعتي كل شيء. باعت وليدي واش وقع عندك؟ شهد الله جانا الجفاف تا هو هذه عامين وليدي، والحمد لله الشكر لله. ما قديش تسمحي في راجلك لا ما سخيتش بيه، الحمد لله كيخلاص كيزوم عليه. ما سخيتش بيه وليدي، ما سخيتش بيه لوليداتو، ما سخيتش بيه لبنياتو، ما سخيتش بيه ما يرحمك فيه وليدي يرحمك فيه. وما عجيش وليداتهم العاطي الله هم اللي مرض لهم الله قوي يذموا. كما كنشوفهم سكاني سلاح درا دابا سلاح درا دابا راه مبقاش كيقلق مبقاش كيهضر واقع لهم وش حنا جينا دابا. اش قلت لي وش ما سمعتكش؟ انا جينا حنا من البلاد، جيت من هنايا المدينه هنايا جيت هنايا قالوا اني قلت اطلع وطلع. علاش جيت هنا وش جيت غير شي من المذاكره حتى للشلالات ولا جيت هنا وش ما بقاش شي مذاكره ليا؟ علاش ما سقعوها شل عليا المركوم وما طلعش قاعد يمشي ليا ويجي ليا؟ شحال خصني ندير المركوم؟ 4000 ريال مركوم من اللي هو 4000 ريال اللي مشيت ثاني مركوم 8000 ريال خاصك مركوم 8000 مركوم من المذاكرة الشلالات. من المذاكرة غنجيبي من غنجيبي 8000 ايوا الحمد لله. عندك شي وليدات كيصرفوا عليك وما قالوا عدي الله سبحان الله. دوي واحد شوية السي عمر السلام عليكم. السلام هاك قربي قربي حاجة تكون هي مات بدي فكرة. واسي عمر أقول يا باش كاش حس عمر وهي أنا أش دارك أخويا عمر أش دارك؟ توفاتني باش كاش حس باش كاش حس؟ توفاتني من الحريق ما كتنعش من بابا لا لا ما نعش ما كتنعش من الليل؟ لا تعدمش يا خويا عمر ياك؟ الحمد لله تنحنت. والناس اللي بغاو يتعاونوا معاك اش بغيت تقول لهم عمر؟ الحمد لله نطلبوا لهم الله الله يجعل ربي يعفو عليهم ويعطيونا تاعنا باش نكونوا مع وليداتهم. الله يحن عليهم الله يحن عليهم الله يحن عليهم كما حنوا علينا الله يحن عليهم. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني عمر مسكين ما كيقدرش يهضر واخا خشي قولي لي صافي عزيز بسم الله. انت بشحال خاصك ندير الفلوس باش تعالج السيد هذا؟ ايوا راك تشوف هاكا التحليله 24 كاينه واحده اخرى ب30 كاينه واحده اخرى وليدي ولي ريم مليون والبراق ب60 هذه اللي دابا. وهادشي واش غيتعالج ولا شوف تشوف واش يتعالج؟ شوف شوف باش يحدو حنا يعني هادشي غير باش يتحدو المرض. ايه دابا المرض دابا المرض غادي ينتشر فيه دابا. المهم رسالتك الناس المحسنين اللي كانوا كيشوفوا ما بقاش ما تقولي لهم. ايوا راك تعرف ها قول يا مو دابا شنو بغيت تقولي لهم ما يمشي؟ هاكا اللي نقول لهم هاكا يا ترى انا نقول لهم هما هذا ويعذبوا لي السيد انا ما بقاش عندي فشمه. لا انت قلتي ما همك لا دنيا لا والو، بغيت هاد السيد هذا يرجع لوليداته الله يجعل البركه. الله يرضي عليك. هما صايره قوت الفلوس والوليدات خليتهم الله. شحال عندك من الوليد امي؟ عندي جوج خليتهم في الدار. شحال عندهم العام؟ الدري كبير عنده 3 وليات عنده 30 والصغير ما خدام والو عنده 25 عام. مول 30 عام خدام؟ ها؟ مول 30 عام خدام؟ خدامش ما خدامش هما خرجوا من القراية بكري باهم يجري عليهم باهم. وكيف كيدوش غير يعيشوا الناس امي؟ الحمد لله ماما لك الحمد. تقارشي امي؟ ماما لك الحمد محنت. محنت ولي لا سمحت يا موش شنو محنك ويا شنو محنك؟ محنت نزيت الراجل بقيت يتعالج ومحنت نزيت وليدات ما راك عارف ما بقاش المصاريف. وكما قلتي لي يا موش راه انا شولت وليدك دابا راه في السبيطار مسكين.
مازال حياة شغل حياة الله هو والله ما كان حصيفتنا باش جينا حنايا نسكن صافي نتوما نسكن في السبيطار وايه عدو الماء في الكرسي مغدو فيه زادو فيه لا مش كل مرة انا كل ما درتو ما تعرفش كيف كدير يا مو مشيت مقابلة ولدك ومقابلة راجلك انت ما خدامش واه ما خدامش اللهم لك الحمد كون كان تو شي دري خدام ليا راه بوز ليا اما الدرية ليا خدامة على كتيفاتها الراجل راه بغيت عبد السكر لا على كتيفات انا جيت عاد انا شي من العربيه اللي هنا زعما ماشي طمع في ولدك في فراجلك ماشي شي حاجه وصافي رساله اخيره باش نشوف شو جامعه المحسنين اللي كانوا كيشوفوا غدا باش شو غتقولي لهم غادي نقولوا لك وليدي راه اي عاونوا لي كان على قام داير يعاونوا لي انا بغيتهم يعاونوا لي انا بغيتهم يعاونوا لي الدنيا راجلك يصح لك ولي يقبل خير وليدي بغيتهم يعاونوا لي احنا ما بقاش عندي باش نعالجو مابقاش عندي باش نقاطع والو كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام ديال القصه ديال السي عمر اللي مسكين في عمره ازيد من 70 عام وها هو مسكين وقف ما قادش يوقف السي عمر اللي كان عنده الفلوس وكان برزقه وكان عنده البهيم وكانت عنده الاراضي وكان الفلاحه بالليل ونهار هو عمر شاد الفراش وبقى لاقي حتى مش غادي يتعالج فلنا كامل الثقه في الناس المحسنين باش انهم يتعاونوا مع هذا السيد هذا لانا كامل ثقه في الناس المحسنين باش غادي يتعاونوا مع هذا السيد هذا ولو غير اننا نبارطاجيو اللايف باش الناس المحسنين يتعاونوا مع السيد عمر رقم الهاتف راه عندكم مشاهدينا الكرام باش انكم تعاونوا مع هذا السيد هذا وباش ان صوته يوصل الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه شفتها فينا كشف بهذا القدر على ان نلقاكم بالتمشى الاخر شكرا والى اللقاء